مكاسب بطولة زي كده كابتن حقيقة، ما بعد البطولة كده هي المكاسب مادية فقط؟ أول حاجة مكسب مادي رهيب، 4 مليون دولار ده يعملوا فرقة، يعني يعملوا فرقة، انتظروا فرقة مختلفة كمان طبعا. فأنت تتفرج على النادي الأهلي في استثماره لهذه الأموال في تدعيم الفرقة بإذن الله في الوقت اللي جاي بإذن الله، مش هيبقى عامل حساب لفلوس، لا عنده حريه ان هو يتحرك بحيث ان هو غير الفلوس بتاع كاس العالم وغير فلوس بتيجي من كاس، يعني بالظبط هيتحرك بشكل احسن وبشكل اكبر في تعاقد مع لعيبه كواليتي معين يمكن يديك قوه شويه بالذات في البطولات اللي انت هتلعب فيها في كاس عالم الانديه وفي البطوله بتاعت الكونتيننتال ودي كلها مسابقات برضو فيها جوائز ماليه كبيره جدا. فكره القدم دلوقتي بقت صناعه، انت بتكسب عشان تفرح جماهيرك وتدخل بطولات. هل الاهلي هو بس الوحيد اللي في القاره بالشكل ده كابتن؟ فعلا في الوقت الحالي لان يتفوق على الترجي، يتفوق على الوداد، يتفوق على مازيمبي، لان مازيمبي برضه فريق غني، على صن داونز. احنا شفنا الفروقات، احنا شفنا الفروقات، يعني ما النادي الاهلي لعب قدام الفرقه دي كلها الفروقات واضحه بدون يعني اي تحيز ليه عشان راجل اهلاوي. لا ما انت ما تيجي 16 بطوله وبنتكلم خمس نهائيات اربعه بتاخدهم، لا هو الفروقات محدش يقدر هيتكلم يا كابتن. فروقات فنيه واضحه على مستوى الثلاث خطوط، يعني بدءا من حراسه المرمى لخط الدفاع لخط الوسط لخط الهجوم، انت عندك احسن لعيبه على مستوى القاره ومقارنه بالانديه اللي شفناها. تحس كمان بقى كابتن بقى بمنتهى الامانه، وانا قلتها يعني من يومين، ان البطوله دي اتعملت للنادي الاهلي، تحس ان البطوله بتحبه. ما هو ده ما بيجيش من فراغ، يعني مش الموضوع بيبقى صعب على الفرق الحقيقه. الكوره مش هتحبك لما تلاقي النادي الاهلي موجود، الكوره مش هتحبك غير لما تكون انت تستاهل. يعني انت في ماتش الترجي، الماتش اللي العوده اللي كان في استاد القاهره، الهدف الاولاني رامي ربيعه كره بدماغه، لو ما جاتش في رجلين اللاعب الوسط المدافع بتاعهم بتاع فرقه الترجي كانت هتطلع اوت، جت في رجليه وتخش جول. هي الكوره عايزاك، والكوره ما بتديش غير الجدع واللي بيتعب والمخلص. مش حظ يعني لا، التوفيق التوفيق كرة فيها توفيق مش حظ، بس بيجي لك بالجهد. بيجي لعوامل كتير لازم تكون متوفره فيك. اللعيب اللي ما بيلعبش قاعد بره قلبه على الفرقه، عايز الفرقه تكسب، في حاجات كتير، يعني حاجات كتيره متواجده في النادي الاهلي تمام، هي اللي بتديله البطولات، زائد المستوى الفني بتاع الجيل اللي موجود اللي انا مسميه جيل السعاده. يعني عندنا جيل سعاده كتير، منها جيل حضرتك برضو كابتن، اثنين دوري ابطال برضو بعد كده بدايه من 2001، ما هي اجيال بتسلم بعض، خدناها الحمد لله وانا واحد من الجيل ده، ثم بقى من 2004 وبتطلع ما شاء الله الامور. بالظبط، اجيال اجيال اجيال، ولكن الانجاز اللي عملوه الخمس سنين اللي فاتوا ان هم يكسبوا اربع بطولات ويوصلوا واحده فاينل ما ياخدوهاش، لا ده انجاز ما حصلش قبل كده مع الاجيال، حتى الجيل بتاعي اللي انا كنت بلعب فيه دايما كان يقول لك ايه